من أفرع الإنتاج الزراعي، وطبعاً دي اقتصادياً نقطة مهمة جداً جداً ولها عائد اقتصادي، واستغلينا الاستغلال الأمثل للنباتات الطبية والعطرية وظهور القطف زي بعض الدول الأوروبية هولندا والدول الصينية كلها هتدر الفلاح عائد كبير جداً، وخاصة الجهات بالنسبة للطب وهي نستخلص المواد الفعالة من النباتات الطبية لأن ملهاش تأثيرات جانبية أو يزيد في الفك بالنسبة على المريض. فالاتجاه عند كل الدول إنها تنتشر فيها النباتات الطبية والعطرية. بيشرفه النهارده الدكتور محمد العراقي الأستاذ دكتور النباتات الطبية والعطرية في المركز القومي للبحوث. طبعا هيقول لنا المعاملات الزراعية اللي أشرف النباتات الطبية والعطرية اللي بتزرع في مركز بسيون، المعاملات الزراعية وكل ما اتصل بيها. اتفضل. اولا احنا بس نعرف بس الفرق بين النبات العطري والنبات الطبي. هو النبات العطري هو النبات اللي بيبقى فيه اجزاءه زيت طيار او زيت عطري بيستخدموه في صناعه مستحضرات التجميل. النبات الطبي بيكون فيه جزء من اجزاءه بيستخدم في تاثير الطب على الانسان. بتحتوي النباتات الطبيه هي على مواد فعاله بيكون لها تاثير فسيولوجي على الكائنات الحيه. العوامل اللي ادت الاهتمام بزراعه النباتات الطبيه والعطريه ان الابحاث ثبتت ان الماده الفعاله المخلقه معمليا يكون لها تاثيرات فسيولوجيه يعني مش زي اللي بتاديها اللي موجوده في النبات، يكون لها تاثيرات فسيولوجيه هني سهله يعني يكون لها تاثير فسيولوجي مش زي اللي موجوده في النبات بالظبط. في حين النباتات ايضا المواد المخلقه معمليا يكون لها تاثيرات جانبيه بالاضافه للتاثير اللي بتحتسب في ايه العلاج بتاعها. وبتستخدم برضه النباتات الطبيه والعطريه دي في صناعات ثانيه زي صناعه مستحضرات التجميل، صناعه المميلات الحشريه، وصناعه الدواء، وبتستخدم كتوابل ومحسنات للطعم والرائحه. اساليب الانتاج النباتات الطبيه والعطريه في ثلاث اساليب للانتاج. اولا الاسلوب التقليدي هو الاسلوب اللي بيتبعه الفلاح بصفه عامه من زراعه واستخدام الاسمده والمبيدات الكيماويه وبعض منظمات النمو دي اللي احنا بنسميها الزراعه العاديه بتاعتنا. اهم حاجه مميزاتها ايه؟ تكون بسيطه وسهله وطريقه التحكيم، انما العيب الاساسي فيها توجد في بعض اللي بيبقى فيها متوقعات تكون في النتيجه بتاعها متوقعات للمبيدات والاسمده ما تكون غير صالحه للتصدير. الزراعه الحيويه ان الفلاح يستخدم العمليات الزراعيه المختلفه والتقليديه من سمات بلدي بالاضافه الى اسمده حيويه. الاسمده الحيويه زي ايه؟ تثبيت النيتروجين وتحليل الفوسفور وإفراز الأحماض وقتل المسببات الأمراض. في حين المكافحة مكافحة الآفات والمبيدات الكيماوية ممنوعة في الأسمدة الحيوية لأنه بيستخدم حاجة اسمها الكائنات الحية زي الخميرة ومفترسات مثل أسد المن وقنابل السبعين وبعض الفطريات. إنما في زي ما إحنا اتكلمنا فوق مع مدير بيتكلم عن الزراعة العضوية في مزرعة السيكا. مزرعة السيكا ما بيستخدمش أي أسمدة وكيماويات خارجية، إنما بيستخدم الأسمدة العضوية. وبيكون بيشترط في هذه المزرعة أن يتم مرور ثلاث أعوام على الأقل لإنتاج نباتات خالية من الأسمدة العضوية والمبيدات الحشرية. دي للثلاث سنين أهمية النباتات الطبية والعطرية في مصر بتمثل المواد الأولية التي تحتاج على صناعة الأدوية. مين اللي فاضل هنا؟ آه
رقم اثنين بتعمل على زراعه هذه النباتات، تعمل على نوع الحصلات الزراعيه الموجوده لتفادي زراعه محصول واحد زي الاوبن، بتعمل على انتاج وتوفير الاحتياجات الدوائيه وتصدرها، بيعمل على زياده الدعم الاقتصادي القومي ويفتح اسواق جديده. زي ما اتكلمنا اللي هي بتستخدم في ايه مجالات غير دوائيه زي مستحضرات التجميل زي مبيدات الحشرات. اسحب كرسي بتستعمل كتوابل. هنتكلم يعني بس نبذه مختصره عن نبات العين. هدف الوسع اللي هو هدف الوسع. هات الكرسي بتاع عادي. لا ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه، انا قاعد في حد غريب. نبات العين من النباتات الطبيه الموجوده في مدينه بسامور. ان هو عباره عن نبات عشبي بينقص التربه حوالي من سنتين لثلاث سنين بقلب الارض بجد زراعته بعد ذلك. يصل ارتفاع النبات حوالي متر. الاوراق بتاعته بتكون خشنه لوجود شعيرات وبريه عليه. الازهار بتظهر في الربيع والصيف. المواد الفعاله اللي موجوده تتراوح نسبه الزيت التيار الموجود في النبات من 15% ل25% من الزيوت، وبتكون غالبيتها عباره عن فلفلات زي السيترونول والمينانول والجيرانيول وخلات الجيرانيول وخلات المينانول. التربة المناسبة لزراعة العد يصلح في جميع أنواع التربة، بس بيشترط أن تكون التربة خفيفة بعيدة الصرف خالية من الملوحة. الإكسار بتاعه يتكسر بالعقل وما يكونش بذرة خالص. النقاط اللي يجب مراعاتها عند تجهيز العقل. هو الكمون سعادتك عطري ولا طبي؟ الكمون. الكمون. الكمون؟ اه. هو الكمون طبي. طبي؟ هو انت شفت زيت كمون قبل كده بسبب زراعه روايح؟ لا الله اعلم اصل الحاجات دي يعني مش كله لو بينتج زيت طيار او زيت عطري ده بيخش في طبقه. اولا تجهيز العقله للزراعه من نبات العين. اولا اما باجي اجهز العقله ان انا اشترط فيه عده شروط. اولا ان يكون الامهات خاليه من الاصابات الفطريه، ان يجب تصويب النباتات الامهات لمده 15 يوم قبل نبض العقل. بعد كده بيفضل العقل الطرفيه والوسطيه وابعد خالص عن العقل اللي الخشبيه. بيستخدم مقاسات حاده في عمليه اخذ العقل، ويشترط فيها ان تكون مطهره بالكلوروكس بنسبه حوالي الميه بنسبه 1:1 لمده 15 دقيقه او 5 دقائق. بيتم اخذ العقله بطول حوالي من 20-25 سنتي وبسمك مناسب، ويتم ازاله الاوراق السفليه على طول 7-10 سنتي. ويراعى معامله العقل قبل الزراعه ان المطهر فطري وليكن التوكسين ام بنسبه 2.5 جرام للتر الميه، ويتم نقع العقل فيها لمده حوالي من 15-30 دقيقه. الفدان بتاع العطر بيحتاج من حوالي من 25-30 ألف عقلة للزراعة. معاد زراعة نبات العطر بيوجد عروتين، عروة شتوي بتكون في شهر أكتوبر ونوفمبر، وعروة صيفي بتكون في شهر فبراير ومارس. بس يفضل إن تكون الزراعة في العروة الشتوي للحصول على أكبر مجموع خضري وجذري، بالتالي الحصول على محصول في الأطفال الأولى يكون جيد. تجهيز الارض للزراعه. يتم تجهيز الارض للزراعه في الاراضي القادمه باضافه حوالي 20 متر مكعب سماد بلدي، واضافه الى 300 كيلو جرام سوبر فوسفات وحالي الكالسيوم، مع حوالي 50-100 كيلو جرام كبير زراعه. يتم حفر الارض حاجتين متعمدتين، وبعد كده بتخطط الارض حوالي 12 خط في صفين، وبعد كده يتم غمر الارض بالميه، وبعد كده يتم زراعة العقل على الريشة الشرقية بحيث يكون المسافة بين العقل أو الشكل والتانية حوالي 25 سنتي، وأن يتم غرز العقل على عمق من 7-10 سنتي اللي احنا شلنا فيهم الأوراق السفلية بتاعة العقل. أظن أنا مفيش أغاني حديثة. لا ده كله قديم. عملية الغرز. الثروة الأراضي غاية خفيفة بعد عملية الزراعة بحوالي من 3-5 أيام، على أن يتم تنظيم الري بعد كده بحوالي 2-3 أسابيع. عملية التأهيل.
فعملية التلقيح بيفضل ان يكون من نفس النبات او من نفس العقل اللي انا او بنفس المصدر اللي انا خدت منها العقل. في ناس بتعمل حاجه ثانيه ان ما بتزرعش العقل مباشره، لا بتزرعها في اكياس لغايه ما تقدر وبعد كده تزرعها في ارض الارض المستديمه. عمليه العزيل، النبات العيد بيحتاج حوالي 5 عزقات طول الموسم. العزقه الاولى بعد حوالي شهر من الزراعه، والعزقه الثانيه بعد حوالي شهر من العزقه الاولى، والعزقه الثالثه بعد حوالي شهر من العزقه الثانيه. بعد كده بيتم ايقاف عمليه العزيل بشهر فبراير. النباتات بتكون كبرت في الحجم وما بقدرش اعمل عزيل حواليها. بعد ما بحش النباتات وبربطها للحشه الاولى بشهر مايو، يتم عمل عمليه العزيل مره ثانيه. يبقى كده دي رابع مره لعمليه العزيل النباتات. بعد حوالي شهر من عمليه العزيل الاخيره يتم عزيل النباتات مره ثانيه. تسميد، نبات العيد بيحتاج حوالي 120 140 وقت تسميد. بتتوفر منهم ازاي بالظبط دي؟ حوالي 600 ل 700 كيلو جرام سلفات نشاط، بالاضافه الى 100 ل 150 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. بيتم اضافتها على حوالي على دفعات، كل دفعه حوالي 100 كيلو جرام سلفات نشاط. الدفعه الاولى من التسميد الازوتي بعد نجاح التجذير للنباتات الموجوده في الارض واجراء عمليه العزيل. الدفعه الثانيه بعد شهر من الدفعه الاولى. الدفعه الثالثه بعد شهر من الدفعه الثانيه، بالاضافه الى حوالي 50 كيلو جرام سلفات البوتاسيوم اللي احنا قلنا من حوالي 100 ل 150 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. انا بحط 50. بعد كده بشهر 5 يتم حش النباتات. بعد عمليه الحش هذه درجه دفعات التنميل. الدفعه الاولى بعد عمليه الحش مع الريه الثانيه. الدفعه الثانيه بعد حوالي شهر من الدفعه الاولى. الدفعه الثالثه الدفعه الاخيره يتم بعد شهر من الدفعه الثانيه مع اضافه 50 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. عمليه حش المحصول، انا ابدا في حش المحصول اما الاحظ ان النباتات وصلت عندي حوالي 50% تزيين. اعمل عمليه حش بتكون الكلام ده في شهر 5، والحشه الثانيه بتكون في شهر اكتوبر. قبل عمليه الحش المفروض اصوم النباتات الامهات الموجوده لمده 5 ل 15 يوم عشان احصل على نسبه تزيين طياره عاليه. ويراع في عملية الحش استخدام مقصات أو مناجل حادة معقمة ومطهرة في محلول كلوريكس مع المية بنسبة 1:1. يتم القبض النباتات أو حشها على ارتفاع حوالي 10 ل 15 سم من منطقة التفكيك، وبسيب حوالي فرع. الفرع ده بيجدد لي النبات من مرة تانية على سنة آخد الحشة التانية. ويراع في عملية بعد كده بعد ما بحش النباتات إن أنا أرش ومطهر فطري وليكن كوساي 101، بستخدم تركيز حوالي 300 جرام لكل 100 لتر ميه. بعد عمليه الحش بفضل عمليه الري عشان اعمل على تثبيت الجذور بعد عمليه هذه النباتات في الارض. المحصول بتاع الفدان، الفدان بينتج لي حوالي من 30 ل 35 طن عشب طازه في الحشة الأولى. بتوعة الكمية دي حوالي من 30 ل 35 كيلو جرام سكريات. الآفات اللي بتصيب النبات العائق الموجود، في حاجة اسمها إصابة المجموع الخضري الجداري. أعالجها إزاي من الظاهرة دي؟ بيكون بعد عملية الحش بستخدم مادة لينيت بنسبة حوالي بمعدل 300 جرام من الفدان، او رشتين من الدير 2 بين الرشه والثانيه حوالي اسبوع باستخدام 300 جرام للفدان بره. الاصابه بالحفارات وطود الارض، لو ظهرت حفارات وطود الارض بستعمل حاجه اسمها الطعم السام، وهو مكون من حوالي 15 كيلو جرام جريش او سرسه مضافه حوالي 20 لتر ميه.
وضاف معاها مبيد حشري او مبيد فطري. المعدل اسمه الاستيون، المعدل حوالي 1.5 لتر. طور السمك مش موجود فطري. موجود حشري. حشري. حشري حشري حشري. ويتم توزيعها سلسلة في الغرفة. ما تشوف تسليم. أكيد موجودة. أكيد موجودة. أي مادة سم، أي حاجة في الكورة. هي أي موجود حشري بيتحط عليه. الحشرات الصاكبه المصه زي المن والجاسب والكريبس بيستخدموا البايو فلايت او زيت معدن الصيف بمعدل حوالي 1 لـ1.5 لتر لكل 100 لتر ميه، ويتم الرش كل 7 لـ9 ايام وفي حاله استمرار الاصابه. ويفضل ان يتم مارك الرش قبل الجمع بحوالي اسبوع او 10 ايام. العنكبوت الاحمر بيستخدم برضه الاشروف بمعدل حوالي 750 سم للفدان او استخدام زيوت معدنية صيفية بمعدل حوالي 1.5 لـ2 لتر ميه من كل 100 لتر ميه. يفضل تعليق مصايب صفرة حوالي 25 لـ30 زي متعلق الزيوت في الفاكهة والموارد، بتعمل على جذب الحشرات زي العنكبوت الأحمر. تفضل.